السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوتيوب جانل كأداونا يسان وادوان أن أولي قروح كوديق لإزين دا بلين فضلا سبسكرايب كان نجي لو يمان دحالك كليا أن كوغول لين هاي لايك تانا شير كانا كومن تيغانا وهل إيوالال إياغا نوغدو أذي كان إذن كي مادان مركان داي لايك إي شير أذي كان إذن كي مادان كوس أذي كلاان تينا نولوشا عصبضا كويا anyway ما انتو حان جوغا مغالة دا مانشستر بسم الله ما شاء الله يجيله سامسونج يا أخي. مقالة مانشستر الروان ميلا بدن إن فلوك السمايو سيدا إذا عدا بي بي سي أو مالهم والبمقشان سلفات سيدا وكله ميل تاريخي أيضا الشدن يا وبيده ساعة سكوت دافاي سيدا وكله حافظ ده يسوي ماله ده كبدن تاي بولتون موسايد وحسن وانا لدو هذه ودكومنتري أو بناء دنا هذا وحنك بلاوينا فلوك هنا ميلها أو شدن qaab kay soomaalida u nool yihiin qaab kay soomaalida nolol ugu sameeyaan manchester ee meelaha ugu shidan manchester ujeedka aan vlogan u duweyna waxay tahay ku day dadka ka horeeya si aad asaaga u tiksatid yani dadka ka horeeya marka noloshooda lagu muujiyo ficil aan u galay aniga waxaan rawaa أصحاب تقاليقا مركان وحكو لحو ريقا مانشستر مقالة ذا لحظة ذا سيدو كلا باقران كان يقدم بي و مانشستر ميديا أو ميديا ميشا لغو كنترول مقالة ذا مانشستر إذل سيدو كلا ميشا آتاقنا هاي وميل مركي حولك قران كإنجريس كعيارة يان أما كل مدى أذك دربي أوف مانشستر ميلاها دادك أي عيارتك الداودان فيوغوا إذن كو قمان دونا ميشا نالسو استاقا ولماشا وحالا يسمر كي اوشي دانتاي سيدوك لو حانا قدن بي ميت كميدا جامعدها ان سالفاد يونيفاسيتي او لاليارت الصوماليات اي قاركي وحكبرتان جامعد ايادان الشيدان واي سيدوك لماشا انتاينا وحالا سالفاد كي الله ماشا وحالا سوبو يحسمعون كوداي وولد كابك ان سيدوك لبي بي سي اسبوتا اي قدن بيس ايادان واتنا ورمانشستر دادك جوغ حتى سيدو موفلان غين كرا يا ماشا وكو ياري رايسنا أصحاب تقاليقا هادن وحان جوغا مانشستر ميلا وغو عانسا ميد كميد اي اولا داهاي سالفورد قدال وحا ايقا سيد دن باي اي تي في تي في غا عانكا مانشستر وغو عانسا وغور عان ايقا شالي اما دي مغالك انا تاك تاك ايدين كالبراهم كوداي تادا كالي وبي يرو وحا ميشان يالا وبي نمد ايه كاري ليك نمد ايه كاري اذي وا اسكد دلع بلاش لكن خروح دي قيمو وكفر ديو اخليقا بنادن كمقاليس أصحاب تقاليقا هادان وحا إماذي ميد كميد ده جامع ده وغو عانسان مانشستر وحالة ده University of Salford وجامع ده أردي بدان أي وحكا برتان واي ودن والبا أما مقالة والبا أما حافظ والبا مركات مقال كدويسد وحالة فيريا ميلا وحبرشة ميلا ورباينتا ميلا دادك أي كنوليين مركو ميد كميد ده جامع ده وغو عانسان مانشستر واي نكانا وجيدين وميل مركي دالان يرتا بريك تايم كجامع ده كسوقاتان وكالي أي كوباشالان wa eriidan oo dhan waxay ku akhristaan way ku baashaalaan having taken a nice time wallahi billahi maal walba laba erayo soomaali ay gudumay af ingiriiska la way en sidoo kale waxa la dhaa new artist case meeshan kale waxa way dhalinyarta oo artistka ama farshaxanka khatarta ku ah ama meeshan ku baashaalaan iyagana artistkooda ku soo bandhigaan iyagoo lagu dhiirigelinay waay ruux walba faculty u jecel yahay nolosha inuu saameyn ku yeesho sidoo kale waxa waaye gabadhan kursan babkan ardayday ka mid tahay aad baan idiin salaamayaa
asxaabta qaaliga ah haddana waxaan soo booqday xaafadda ay caanka ku tahay soomaalida Manchester ay ku nooshahay Moorside. Waxaan la joogaa mid ka mid ah dhalinyarada ugu caansan xaafadda Manchester, gaar ahaan Moorside. Joker xaafadda maxaa kaleeda? Moorside horta meesha Soomaalida isku imaado waay, maasha Allah, maqaayal badan oo ku taala. Manchester aad deganahay, Moorside nim ahaan ma laga yeelay lixda lahaad. Maasha Allah, hal iyo laba waxaan ku weydinaa xaafadda Soomaalida mar dhow meey ku soo batay mise waligood ay deganahay? Maya min zamana ahay xaafadan waxaa ku soo degen maxaa dad waxa la dhahay Jamaica, Jamaicanta degnaayeen kabacdi Soomaaliya imaadi Soomaaliya xoreysatay. Wallahi bilahi Jamaicanta iyo dadka kale oo Pakistan kulli waa la buriyay, Soomaaliya aad iska leh. Waxaan ku weydinaa dhalinyarta wadamada kale ku nool Yurubto kale Afrika kale qaar waxay aaminsanyihin in qurbaha aysan nolol taalin, hal iyo labo maxaa dadkaa ka leedahay? Horta been ilaacay, horta reer UK hadii laha dhalinyarada oo UK degan Manchester waxaa loo keenaa khaas ahaan Manchester dhaqan celis. Ilaahay diinta Manchester dhaqan celis loo keenaa because Manchester waxaa ku nool dad oo aad iyo aad aad u degan maashaallah. Magaaladeena waa shidan tahay, baadiya iska haata laakiin waa ku haysana ku haddiina Yurub hadii laha UK waxaa waay abu Fakhir Kuris. Fakhir Kuris Sweden, Denmark, Holland meelaha dadaa kasoo rooraan UK waxaa loo imaada abu waxaa taala easy life, life key oo caadiga oo normal ka ah, wax kasto waa yaala, islaamic hadii la waa yaala, ciyaal suuqnimo hadii la dhaho waa taa, wax kasto UK ciyaal suuqnimo waa taala, ciyaal suuqnimo hata 10 u baahan tahay aad iyo aad aad iyo aad. So anaga reer Manchester hadinaay maashaallah magaaladeena 100% oo ku haysana maashaallah. Kaan wuxuu ahaa mid ka mid ah dhalinyarada ugu caansan Joker, nin aan ka siinin inuu Manchester ku nool yahay u maleeynaay, garka photoshop u maleeynaay, laakiin run waa marka meelaha kale oo dhalinyarta ay ku badan yihiin iyagana waa booqanayna. Xafad kale waxaa jirta la ay Bolton, waxa waa lagu kala dafaa la qoray kuniga la hadaa tagta aad lagaaga jecel yahay. Marka stay tuned. asxaabta vloggi Manchester waa soo gabagabeyna, annagoo kusoo gabagabeynayna Bolton. Waxay ag fadhiyay mid ka mid ah dhalinyarta xaafadan, asagii cameramanku iga dambeeya Master Joker Zumadan kaale arag ay sameeyeen casho sharaf. Joker zaid domano nimale wala soo kabana waxa la geeri wala soo kabta dhalinyartan isla qaamtan aad u maadsiin vloggi Manchester meesha kusoo gabagabeynayna oo yar restaurant. And anyway, sharaf ikraam kurkiina aato asxaabta maanta dhan muqaalka ila duubaysay Master Joker oo muqaalka kaamil ma marna ka ah marna howlaha maraakiibta si kala wadwaday, sidoo kale dhowaan aan oo Cabdullaahi iyo sidoo kale walaalkayga Cabdullaahi oo Bolton igu soo filmeeyey, sidoo kale xaafadaani ma u fileedinba ilib ari dayli waxaa ka helay Bolton anu caans dayba hot dog iyo waxaa sugaay bataatigo ay jecel yihiin wadanka maxaa la sweet mash potato la ila cabitaan brian xataa waa lagu soo dhaweeyey. Sharaf ikraamo, next vlog to all tribe stadium.